مركبات للمراقبين العسكريين الدوليين تتجول من منطقة إلى أخرى في سوريا في محاولة لرصد الوضع على الأرض ومراقبة الانتهاكات المتعددة للهدنة الهشة في هذا البلد، غير أن لا شيء إيجابيا وذا معنى تبدل على الأرض. فبحسب هذه الصور التي بثها ناشطون على الإنترنت من تلبيسة قرب حمص، فالدبابات والمركبات العسكرية لا تزال في مواقعها على مسمع ومرأى من هؤلاء المراقبين، والعنف والعنف المضاد لا يزالان يمثلان أهم ملامح المشهد السوري. يتفقد مراقب الأمم المتحدة العديد من مواقع الجيش النظامي، ويتفحصون الدبابات ويلتقطون الصور لتلك المواقع والآليات العسكرية، ولكن دون أن يعني هذا أي شيء آخر سوى المعاينة والتحري. ما وجدناه هو أن كل الأطراف على كل جانب بأبدى تقبلا جيدا لمهمة المراقبين، سمعنا التزاما قويا بنجاح مهمتنا. وما نحاول عمله على الأرض أولا هو معرفة ما الذي يمكن للمراقبين العسكريين رصده وما الذي يمكنهم التحقق منه. هنا في مضايا غرب دمشق كما في غيرها من مناطق البلاد يلتقي المراقبون العسكريون ممثلين عن جميع أطراف النزاع، محتجون توسلوا لدى المراقبين للمساعدة على إطلاق معتقلين لهم لدى السلطات. ابني 18 شهر أخذوه مصابة بيجروا أخذوه من 18 شهر. وين مصابه؟ بالزبداني بالجبل، هرب، قالوا حاجة حمل على البلد وهرب على الجبل. ما يحاول المراقبون التثبت منه على ما يبدو هو الحصول على أدلة تحدد المسؤولية عن انتهاك وقف إطلاق النار، خصوصا في ظل شكوى بعض السكان من عدم معرفتهم مصدر بعض القذائف وإطلاق النيران. لأنه ما بنعرف إمتى بيجي علينا القصف، لا اللي مع بشار الأسد واللي ضد بشار الأسد. معلش يعني خلينا واقعيين، ما في خوف، عايشين بخوف. وفي مسعى على ما يبدو للإيحاء استقرار الأوضاع في البلاد، بث التلفزيون الحكومي السوري صورا للرئيس بشار الأسد وهو يضع إكليلا من الزهور على نصب للشهداء في دمشق. ليس من الواضح ما إذا كان هذا يعني أن من بين من جرى تخليد ذكرهم من الشهداء 600 شخص تقول مصادر المعارضة إنهم قتلوا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فضلا عن 11,000 آخرين معظمهم من المدنيين بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان قضوا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في البلاد منتصف آذار مارس من العام الماضي. أنور العنسي، بي بي سي.